البارح وعدتكم اني اصور، لعلي كنت ابغى اصور والله هو مفكوكات برا، لكن تعرفون المغرب قريب، المغرب والله يعني ما باقي وقت ولا امداني افكه، وحتى تشوفون حاجات واجد، قلت نصور لنا شيء من الشيء. بالنسبه للسؤال اللي يقول اللهم صل على محمد، هل يتزوج مع امه واخته وهل بار بوالديه؟ السؤال اللي يقول بار بوالديه، نعم بار بوالديه ما في شك، دايم يوم نحط مثلا العلف بالمكان ما يقلطن قبل ابوهن، ولا ياكلن ولا يتعرضن ولا يناشبن على اكل غير لما يخلص هو. الحاجة الثانية، التزاوج عن تجربة، يعني لهن 11 سنة عندي، من 11 سنة 6 سنين كاملات اخ واخته سوا. ايه اكمل على موضوعي، من 11 سنة تربية، من 11 سنة هذولي 6 سنين اخ واخته بمكان واحد، وسبحان الله يجي وقت التزاوج ويروح وهو ما قرب لاخته نهائيا. هذه عن تجربة شخصية، يعني ما اتكلم لك عن شيء برا صار بالبر مثله. البر اكيد الواحد ما يقدر يتفلسف ويقول لك الا انا شفته. طيب شراك انه مثلا اخ واخته ولا ام واب وام وولدها كذا. السؤال، في سؤال ثالث لعلي اتذكر ان شاء الله. ايه اللهم صل محمد، جابها الله. يقول هل هن يختلفن سلالاتهن؟ لا، هي السلالة عربية ولكن يختلف الاحجام والشكل على حسب طبيعة الارض اللي هو عايشها اصلا. مساكم الله بالخير يا الربع. اللي يسأل عن الذيابة، هذول انتاج المزرعة عندي انا، يعني من صغرهن هن عندي. وبالنسبة للولفة معي وشلون تعامله معي، من الله جابه من تحت امه سحبته. يعني اذا كانت مثلا شرسه، خاص اذا كانت شرسه لازم تسحبه بدري من يفتح.